وفي السياق اضرب سائقو سيارات الاجره عن العمل في عدد من المدن الايرانيه احتجاجا على الضغوط المفروضه عليهم من قبل القوات الايرانيه وقد اوقف السائقون عملهم بشكل نهائي مما تسبب بشل حركه المواصلات في المدينه وهذا ما الحق ضررا وخسائر اقتصاديه للمدن كونها تعتمد على سيارات الاجره بشكل رئيسي في التنقل